رجال قوة الإطفاء العام لهم دور كبير ورائد في حماية الأرواح والممتلكات، جاهزين دائما لتلبية نداء الاستغاثة في كل الأوقات وفي كل الظروف، فلهم منا كل تحية وتقدير. طبعا أكيد إسراء، يعني بدون أي شك وجهودهم واضحة على الساحة والكل أكيد عارفها وشايفها ومقدرها، لهم كل التحية منا ومن أسرة البرنامج على هذه الجهود المتواصلة. واليوم طبعا أكيد بعد قليل عندهم افتتاح مركز مؤقت في مدينة المطلع من أجل استكمال المنظومة وانتشارها في مناطق الكويت بمختلف أماكنها لتحقيق الأمن والأمان. وللحديث أكثر حول هذا المركز وجهود قوة الإطفاء العام ينضم إلينا الزميل يوسف صفر، مراسل تلفزيون دولة الكويت من مركز الإطفاء الجديد بمدينة المطلع. صباح الخير يوسف، وماذا ترصد من حول قبل الافتتاح وأهمية هذا المركز بالنسبة لمدينة المطلع؟ نعم، كل شكر لكم زملائي وزميلاتي، أصبح عليكم بالخير وأيضا على السادة المشاهدين. مثل ما تفضلتوا من خلال تواجدنا منذ الصباح الباكر وبالتحديد في منطقة المطلع، وبإذن الله تعالى بعد قليل سوف يتم في رعاية وحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في افتتاح هذا المركز، وهو المركز الجديد المؤقت لقوة الإطفاء العام. طبعا هذا المركز تم افتتاحه في هذه المنطقة الجديدة، ومثل ما انتم عارفين منطقة المطلع وهي منطقة جديدة يتم فيها بناء بعض المنازل الجديدة، ومثل ما انتم عارفين الحوادث تأتي في من خلال هذه المباني، لا سمح الله اشتعال الأخشاب او غيره وغيره، فحطوا هذا المركز وبالتحديد في منطقة المطلع لسرعة الاستجابة لأي حادث لا سمح الله، وهذا دور وبصمة قوة الإطفاء العام في انتشار مراكزها على محافظات الكويت الست وجميع مناطق دولة الكويت. مشاهدينا الكرام، ومن خلال تواجدنا في هذه اللحظة في مركز المطلع للإطفاء المؤقت ينضم معنا من الجانب الآخر العقيد محمد الغريب مدير العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، ليعطينا نبذة عن هذا المركز وما يتميز فيه هذا المركز ودور قوة الإطفاء العام في انتشارها على مناطق دولة الكويت. صبح عليك بالخير عقيد محمد، والله يعطيكم العافية. ومثل ما احنا بينا للسادة المشاهدين ان انتشار المراكز في دولة الكويت من قوة الإطفاء العام هي لسرعة الاستجابة، بس نعطي للسادة المشاهدين انطلاق هذا المركز اليوم وافتتاحها بعد قليل في حضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد. صبح عليك اخو يوسف، ونصبح على جميع المشاهدين. بناء على توجيهات سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخليه بالانابه الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، يقوم بعد قليل سيدي سعاده الفريق خالد راكان المكراد رئيس قوه الاطفاء العام بافتتاح مركز اطفاء المطلع المؤقت، وذلك لتغطية الحوادث والبلاغات لهذه المنطقة. طبعا قوة الإطفاء العام تقوم بخطط ثابتة بإنشاء مراكز جديدة تزامنا مع المناطق الجديدة لتقليص فترة الاستجابة لهذه الحوادث. طبعا وهذا المركز جهز بأحدث الآلات والمعدات لمكافحة الحرائق وأيضا لعمليات إنقاذ التي تحصل في المركبات، وهذا طبعا كله يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين لحفظ الأرواح والممتلكات وأيضا لتحقيق الأمن المجتمعي. نعم عقيد محمد، طبعا قوة الإطفاء العام عندها خطة ونهج معين في افتتاح مراكز جديدة خلال هذا العام. افتتحنا معاكم أكثر من مركز، هل في خطط جديدة بإذن الله تعالى في افتتاح مراكز جديدة لقوة الإطفاء العام في مناطق الكويت الجديدة؟ صحيح، نعم هذا المركز حاليا اللي احنا متواجدين فيه هو يعتبر مركز مؤقت لحين الانتهاء من المركز الرئيسي الذي يخدم مدينة المطلع. وطبعا خطة الإطفاء العام هي خطة ثابتة لافتتاح مراكز جديدة بالتزامن مع جميع المناطق والمدن الجديدة في جميع محافظات دولة الكويت لتغليص فترة الاستجابة لهذه الحوادث. نعم العقيد محمد الغريب مدير العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، شكرا جزيلا لكم على هذا الإطراء للسادة المشاهدين، وبعد قليل بإذن الله تعالى سوف يتم افتتاح هذا المركز وتدشينه في شكل عام. طبعا مشاهدينا هذه صورة حية ومباشرة منذ الصباح الباكر وتواجدنا في مدينة المطلع، ومثل ما
مؤكد العقيد محمد الغريب مدير العلاقات العامة والإعلام أن هذا المركز في المطلع هو مركز مؤقت، مثل ما نوهت لكم أن مدينة المطلع هي مدينة سكنية جديدة، ومثل ما أنتم عارفين قاعد يشيد فيها منازل جديدة، وممكن لا سمح الله يأتي حادث في أحد المنازل أو مثل ما قال السيارات أو غيره وغيره. فهذا المركز هو لسرعة الاستجابة لأي حادث لا سمح الله، وهذا دور قوة الإطفاء العام في حماية الأرواح والممتلكات. هذه صورة حية مباشرة، وأعود لزميلتي مرة أخرى. الزميل يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك.